حاجه في جزئيه الجرامر. ها لو جينا هنا بقول I think we need to clean the kitchen، يبقى هقول له clean ايه؟ up clean up up the kitchen. Let's mop the water on the floor. up up قلنا let's mop up معناها ننشف او نجفف الميه اللي في الارضيه. Can you put the dishes؟ الديشز away اسمها put away the away dishes، يعني رجع الاطباق او رص الاطباق مكانها. Can you pick the books and put them on the shelf؟ معناها شيل شيل، خد ارفع، pick up your box، شيل كتبك وحطها على الرف. We have to put the garbage، out out طبعا out اسمها put out out garbage، put out garbage. If you hang your clothes up your bedroom will up look up better، طبعا اوضتك هيبقى شكلها جميل لو انت علقت اللبس بتاعك، يبقى if you hang up. She will tidy up tidy up her room. ها please put the books، away put away the away books يعني حط الكتب مكانها، مش هقول لك بقى اي حاجة تانية، put away the books. correct. if you tidy up 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 I'll hang up 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 my clothes. I'll put my box، اسمها away put ايه؟ away اسمها put away away my box، يعني هرجع الكتب مكانها. She will tidy the dining up room. up يعني ايه dining up room؟ dining room حجرة السفرة، حجرة الطعام، حجرة المائدة. تمام؟ يبقى will tidy up، tidy up. ده بالنسبة لليسون 5. أما بالنسبة لليسون 6 إن شاء الله و7 دول ناخدهم في حصة جاية، وهي عبارة عن إيه؟ عبارة عن caring for your cat. فاكرين الكات البيتس I بتاعت see. كونكت؟ I see. آه I يعني see. ليسون 6 و7 عندي هنا زي اليونت بتاع الكونكت اللي أنا بتكلم فيه عن البيتس، الحيوانات الأليفة خاصة طبعا الكات، ومديني معاها هنا التيرتل. تمام؟ ده الجزء الأخير إن شاء الله. نهاية اليونت. يبقى هحفظ وأذاكر النهاردة ليسون 5 بس. طيب بالنسبة لنهاية الشيت اللي موجود معاك ده، نهاية الشيت هتلاقي فيه امتحان، هنلاقي فيه امتحانات اليونت اللي المفروض هيجيلي منها في الامتحان بتاع الشهر. طيب تعالى لي بص لي كده في الامتحان الأول، عشان الناس بس اللي هي خايفة من الستوري، الناس اللي خايفة من الستوري ريفيو اون يونت 2. عندي بعد كده الاكزام زهيت، ادي الامتحان الاول، ده امتحان يونت 1. لو جينا هنا للاسئله الخاصه بالستوري، احنا خدنا جزئيه ستوري. اه طيب الاسئله اللي عندي في الستوري على اليونت 1 هنا ايه؟ ها بيقول لي when Arthur opened the car trunk he saw clean clothes، لما فتح ماشي الترانك طبعا الكلام ده غلط. Mom told Mayar to remember her guitar for pottery classes، طبعا الكلام ده فولس برضه غلط. Mom and Mayar chose an audio book to listen، ترو طبعا صح. Asir saw his dad's shovel outside the garage، صح طبعا. Asir went to the garage to get his football. Mrs. عزة is Mayar's teacher teacher. تعالى كده نشوف الجمل بتاعة الجرامر اللي عندي هل هنقدر نسد فيها ولا لا. بيقول لي ايه من دولت something that someone has made for the first time؟ invention invention طبعا الاختراع. You have 1 hour to tidy your room. up up قلنا tidy up، tidy up. If you touch that wire، لو لمست السلك ده you will get، will ومصدر قاعدة اف، قلنا اف مضارع will ومصدر. The blender has a sharp طبعا بليد. ادي جمل الجرامر اللي عندك اهي، سواء قاعدة اف او جزئية حروف الجر اللي انت اخدتها دلوقتي. تمام هنشوف امتحان تاني برضه على جزئية القصة وجزئية الجرامر اهو. Mom and dad were happy to see Mayar's new book، True. صح طبعا. Mom and dad have been to a farm، الناس دي راحوا فارم، طبعا الولد
كان بيقول I think they were on a farm، أعتقد إن هم في الفارم، يبقى هقول له أيوه. مايار هاز بوتري كلاسز ات لانش تايم، عندها حصة بوتري وقت اللانش تايم. أيوه طبعا مامتها قالت لها جهزي نفسك وخد الأبرون بتاعك عشان عندك بوتري. On the weekend the parents were busy again. أيوه أيوه كانوا دايما مشغولين خاصة كمان في الويك إند. Outside the garage he saw his dad's شافل shovel. Asher went to put the school bags in the open ترانك trunk. ادي اسئله الاستوري اللي هي الواندرفول سربرايز، ده لو جاب لي منها تمام. دي المفروض انها قصه رقم اتنين مش رقم واحد. رقم واحد حسن، رقم واحد في الامتحانات حسن. تعال if it's hot tomorrow I'll make. make. كنا will ومصدر. I think we need to clean clean up. If my hair wet gets يبقى hair ده مفرد يبقى gets. If my hair gets we have to put the garbage out. قلنا put out the garbage. Put out the garbage. تعالى لي رتب لي كده الجملات دي، هقول له ده ايه؟ The kitchen floor is dirty. Where من غير ما لسه ما where خدناش الدرس ده، هقول له where sleep. do turtles sleep. Where do turtles sleep وما خدناهوش لسه مثلا يعني. فالدنيا بسيطة، أهم حاجة إن إحنا الحاجة اللي ناخدها نذاكرها. اللي أنا زعلان فيه النهاردة جزئية كونكت، نراجع كونكت من المذكرة تاني. في اكسرسايز ما انتش حله في المذكرة، حله عشان أقدر أراجعه معاك. يلا جود نايت، باي باي. باي سير.